أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إن هذه الآية التي أنزلها الله عز وجل في كتابه آية أنزلها الله عز وجل على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم مبشرة به عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذكر أن مما أنزل في الصحف قبلنا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه المعرفة أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن مما نزل في التوراة ثم قرأ هذه الآية. هذه الآية أيها الإخوة حوت 6 صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيها أنه صلى الله عليه وسلم رسول، وفيها أنه مبشر، وفيها أنه نذير، وفي غيرها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الفتح أنه الداعي إلى الله، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام السراج المنير. وهذه الأوصاف التي جاءت في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة منه، ذكر الله عز وجل لهذه الأوصاف فيها فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن فيها تأنيساً للنبي صلى الله عليه وسلم، ورفعاً لمكانته ولقدره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث أن الله عز وجل نعته بنعوت كمال وأثنى عليه بصفات منه جل وعلا. ونعت الله عز وجل له هو أتم الشرف وأكمله عليه الصلاة والسلام. من ما يستفيده المرء من قراءة هذه الآيات التي فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم هي فائدة للمؤمنين ليستنوا به صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات. فإن الله عز وجل ذكر أن نبيه صلى الله عليه وسلم سراج منير، فمنه يقتبس الناس النور، ونوره عليه الصلاة والسلام هو العلم. ولذا فإن المؤمنين مأمورون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومنها الاقتداء عليه به عليه الصلاة والسلام في هذه الصفات. ومن ذلك أن المرء يعلم أن هذه الصفات هي من شرع الله عز وجل، فلا يبتدع ولا يحدث في دين الله عز وجل، ولا ويتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وقد بلغها، علمها من علمها ونسيها من نسيها. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذ لو لم يكن عليه الصلاة والسلام كذلك لما كان بشيرا ولا نذيرا ولا سراجا منيرا ولا داعيا إلى الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى. في هذه الدقائق المعدودة بمشيئة الله عز وجل سوف نورد هذه الأوصاف 6 التي نعت الله جل وعلا بها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه النعوت قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك. ففي هذه الجملة دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لله سبحانه وتعالى، والرسول غير النبي،
فقد جاء عند ابن حبان من حديث أبي ذر وروي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء 124,000 والرسل جم غفير 314 رسولا. وهذا يدلنا على أن بين الرسول وبين النبي خصوص وعموم مطلق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فمقام النبوة أعلى من مطلق مقام النبوة، وإلا فإن كل رسول نبي. وعندما يوصف المرء بكونه رسولا لله عز وجل فإن معنى ذلك أن الله عز وجل اختاره واختصه من جميع الخلائق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله عز وجل اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من البشر، هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ولكن الله عز وجل اصطفاه واختاره من ضد البشر ليكون رسولا له، فهو من الصفوة أي الرسل. وصفوة الرسل أولو العزم منهم، وصفوة أولو العزم من الرسل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ومن كان سيدا للناس في ذلك المقام العظيم وفي تلك الدار الجليلة وهي دار الآخرة فهو سيد لهم في الدنيا. ولذا ثبت عند الحاكم أن الصحابة سموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما السيد الله، ونهيه عن تسميته بالسيد، فإن هذا كما قرر الشيخ تقي الدين وتلميذ محمد بن مفلح في الآداب أن هذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد آبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه، إذ هو أشرف البشر وسيد البشر جميعا في الآخرة وفي الدنيا لما اصطفاه الله عز وجل. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، والإيمان بكونه رسولا واجب، وسيأتي في آخر محاضرتنا اليوم بمشيئة الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، شاهد على الناس، وشاهد على توحيد الله عز وجل، وشاهد على تبليغ الرسالة. إذن هو صلى الله عليه وسلم شاهد على ثلاثة أمور. أول هذه الأمور أنه صلى الله عليه وسلم شاهد على وحدانيته سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأعظم أولو العلم قدرا وأجلهم منزلة وأكملهم علما بالله وبأحكامه هم رسل الله جل وعلا وأنبياؤه، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي شاهد بوحدانية الله عز وجل، فأعظم الشهادة الشهادة بلا إله إلا الله، فالشهادة بوحدانيته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة هذا هو وصفه صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المرء متبعا له عليه الصلاة والسلام أعلم بشرعه صلى الله عليه وسلم وبشرع الله سبحانه وتعالى كان أعلم بهذه الكلمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. النوع الثاني من شهادته صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام شاهد على الناس بالبلاغ، فقد شهد على الناس بأنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة، وكذلك هو شاهد لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغنا الدين كاملا، ولم يترك شاذة ولا فاذة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا وأخبرنا بها، وهو شاهد بذلك وشهادته صدق. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم بنا محدثا ومخبرا، فما ترك شيئا إلى قيام الساعة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أخبرنا بعلمه، علمه من علمه وجهله من جهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل شيء، إما بجزئه بالنص عليه أو بكليه الدال عليه، فإن الشرع يأتي بالكليات
ويأخذ أهل العلم الذين عرفوا شرع الله عز وجل وعرفوا وفقهوا فيه يأخذ الجزئيات من هذه الكلية. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد بالبلاغ وبالتمام. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على الناس كذلك يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهذا مقام شرف له صلى الله عليه وسلم، حيث يكون مقامه وشهادته على الناس واضحة، ولواؤه مرفوعا، وأكثر الأتباع يوم القيامة أتباعا له صلى الله عليه وسلم. ولما كان ابن مسعود عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أقرأ القرآن من غيري، فقرأ عليه آيات من سورة النساء حتى إذا جاء لهذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نظر ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قد فاضت عيناه بكاء صلى الله عليه وسلم، لما عرف عليه الصلاة والسلام من عظم الأمانة في ذلك من جهة، ومن شرف المنزلة وعلو الكعب يوم القيامة، وهو أهل له صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم شهادة شرف. في نفس الوقت فإن أكمل الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون متابعا له في الشهادة، فأعلم الناس بالله وشهادة واستحقاقا لمعنى لا إله إلا الله هم أعلم الناس بوحي الله عز وجل من كتاب وسنة. ولذلك يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل. فكلما كان المرء أعلم بالله كلما كان ذلك المرء أعلم بشرع الله وأعلم بحكمه، وهو أكمل إيمانا. فأكمل الناس إيمانا العلماء إن عملوا بعلمهم. كما أن هؤلاء الذين يكونون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم الله عز وجل شهداء على الناس يوم القيامة، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا شهداء على الناس، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون أن ما من رسول إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، بخلاف كثير ممن ينتسب الاتباع أولئك الرسل قبلنا، فإنهم يقولون إن الرسل قد نقصوا وزادوا، وإن شرعهم فيه نقص فحرفوا وبدلوا. وأما نحن فإننا لما بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم نشهد أن رسولنا عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد بلغ الرسالة، وما من نبي من أنبياء الله عز وجل إلا نشهد كما شهد صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الرسالة. كذلك أمة محمد يوم القيامة يكونون شهداء على الناس بأعمالهم، فكل عمل على غير ما بعث الله عز وجل به محمدا فإنه على باطل. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده صحائف من التوراة أو الإنجيل من الصحف قبله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أم تهوكن يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، لو كان عيسى بن مريم حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. هذا هو كمال الرسالة. فمن شهادته صلى الله عليه وسلم أنه شاهد على كمال رسالته وبلاغها، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الصفة الثالثة يقول ربنا جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبشر، يبشر الناس بالخير في الدنيا ويبشرهم بالخير في الآخرة. فبشرى النبي صلى الله عليه وسلم للناس في الدنيا وفي الآخرة. أما بشراه عليه الصلاة والسلام لهم في الدنيا فإنه يبشرهم أولا بقبول توبتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من تاب فإن الله عز وجل سيتوب عليه. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأبا موسى قال لهما: بشروا ولا تنفروا. بشروا بمعنى أن بشروا الناس بقبول التوبة،
فهذا الدين الذي بعث الله عز وجل به محمدا ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ له دين تبشير، فمن أذنب ثم تاب فإن الله عز وجل يقبل توبته. بل أعجب من ذلك أن المرأة إذا تاب وصدق في توبته وعمل صالحا بعد ذلك فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، وليس ذلك لغير المؤمن الذي تكمل توبته. هذا من أعظم البشرى، البشرى بقبول التوبة، البشرى بقبول العمل. من تبشير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في الدنيا أنه بشرهم أن هذا الدين منتشر في آفاق الأرض في مشارقها ومغاربها. لما اجتمع المشركون وتحزبوا عليه صلى الله عليه وسلم وقد كان المسلمون في شدة وضنك عظيمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، فقاموا يحفرون الخندق فإذا بصخرة عظيمة عجزوا عن إزالتها، فكانوا عليهم رضوان الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم رضوان الله إذا شد عليهم الأمر فزعوا إلى رسول الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضربها بفأس معه، وهو في تلك الحال قال: الله أكبر فتح الله عليكم فارس، الله أكبر فتح الله عليكم مصر، الله أكبر فتح الله عليكم اليمن. في الشدة بشرهم بانتشار الدين وبلوغه الآفاق مشرق الأرض ومغربها، لذلك ما من بيت مدر ولا وبر إلا وسيدخله هذا الدين بعزة عزيز وذلة ذليل. فالمقصود من هذا أن من أعظم البشرى بهذا الدين أن الله مبلغه. من البشرى بهذا الدين في المؤمنين في الدنيا أن الله مظهره، فهذا الدين ظاهر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة وبينة، ولا يمكن أن يطفأ الدين ولا أن تطفأ كلمة الله عز وجل، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على بكرة أبيهم إنسهم وجنهم والله أحلف أمام بيت الله حالفا غير حانث جازما أنهم لن يطفئوا كلمة من كلام الله عز وجل. فدين الله باق، وهو والمؤمنون مبشرون بالظهور، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه، كذلك سنته ظاهرة وبينة. مما يذكر في ذلك ما ذكر الخطيب البغدادي أن رجلا كاتبا من يهود كان يكتب الكتب وينسخ الصحائف، فجاءه فكرة ذات مرة فقال: لما لا أكتب التوراة فأزيد فيها وأنقص؟ فكتب نسخة من التوراة بخطه ثم باعها في أسواق بغداد، قال: فأخذها أحبار يهود ثم تلوها في بيعهم وما أنكروا من ذلك حرفا، قال: ثم أخذت بعد ذلك نسخة من الإنجيل فنسخها وزاد ونقص فباعها، فجاء رهبان النصارى فأخذوها فقرؤوها في كنائسهم فما أنكروا من ذلك حرفا، ثم بعد ذلك جاء فأخذ نسخة من القرآن فنسخها وربما نقص منها وزاد، قال ذلك اليهودي: قال: فما خرجت من السوق إلا وأهل السوق كلهم يتحدثون لقد بيع في سوق بغداد نسخة محرفة من كتاب الله وأطلفت من ذلك اليوم. قال الراوي عنه: فرأيته بعد ذلك وقد أسلم، قال: علمت أن هذا الدين وأن هذا الكتاب إنما يحفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله حافظ هذا الدين ومبقيه، ولو تمالأ عليه الناس جميعا لا يحفظ بنا، وإنما نحن يستعملنا الله عز وجل في حفظه. من يرد الله به خيرا يستعمله، فمن استعمل في نقل العلم وفي روايته وفي تعليم كتاب الله عز وجل وفي ضبطه وتعليمه فهو الذي أراد الله به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن من بشرى النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أن بشرهم بظهور الدين وعدم خفائه وظهوره لكل الناس، وكذلك السنة باقية إلى قيام الساعة. من بشرى النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أنه بشرهم في الدنيا بأنه ستفتح عليهم الدنيا، وهذه بشرى لعامة الناس، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
أن المال سيفيض في أموال الناس بين أيدي الناس وسيفيض عند الناس، وقد حدث ذلك في عهد عمر. فإنه لما فتح الله عز وجل الفتوح على المسلمين أصبح عمر يكيل للناس الذهب كيلا، وما زال ذلك موجودا عند المسلمين، وإن كان قد يزيد في بلد وينقص في آخر، لكنه قد فاض بعدما كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم قلة وفي جوع وفي ضنك شديدين. ولذلك فإن من أعظم الأمور التبشير بها بعد تبشير بالدنيا بشراه صلى الله عليه وسلم بالآخرة، وهي البشرى للمؤمنين بالنور التام في عرصات يوم القيامة، وبشرى الله عز وجل للمؤمنين بعدم الحساب، وأن 70,000 منهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبشرى الله عز وجل للمؤمنين أنهم سيدخلون الجنة وإن عذب آحادهم في النار لكنهم ليسوا بخالدين فيها، وبشرى الله عز وجل للمؤمنين أنهم يمرون على النار وأنهم يمرون على الصراط وأنهم ينجون فيها، وبشرى الله عز وجل بأمور كثيرة تكون في عرصات يوم القيامة ثم تكون بعد ذلك بدخول الجنة. وأعظم البشرى بالجنة والزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة وهي أعظم البشرى النظر إلى وجه الجبار جل وعلا، فإن من نظر إليه جل وعلا فإنه قد نال الخير من طرفه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه النذير، فهو مبشر بالخير ونذير بالعذاب لمن ترك الشهادة، مبشر لمن آمن بما شهد به من الوحدانية، ونذير لمن ترك ما شهد به صلى الله عليه وسلم وبلغه، فهو بشير من لأقوام ونذير لآخرين. ولذا كان القرآن نذيرا ومبشرا كالنبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف الله عز وجل أن هذا القرآن بشير ونذير. ولذا نستفيد من ذلك نكتة، وهو أن المؤمنين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في بشارته ونذارته، فبشارتهم ونذارتهم إنما تكون بالعلم، فلا يعظ المؤمن إلا بالقرآن، ولا يذكر إلا به وبوحي الله عز وجل من السنة، فإن الوعظ والتذكير لا يكون إلا بهما. جاء أن رجلا كان يعظ الناس بقصص ويذكرهم بمواعظ ليست في شرع الله عز وجل، فخبر عن ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، فقال امنعوه، من كان واعظا للناس فليعظهم بالكتاب والسنة، ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعظه. ولذلك أيها الإخوة، لا عظة معتبرة في الشرع إلا إذا كان فيها آية. ولذا يقول الفقهاء إن خطبة الجمعة في كل واحدة من الخطبتين لا بد لها من 4 أركان. الركن الأول حمد الله جل وعلا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أفضل. الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الشهادة له بالرسالة. والأمر الثالث قراءة آية، فلا تصح الخطبة ولا تجزئ إلا إذا كان فيها قراءة آية تامة المعنى في الأولى وفي الثانية. والركن الرابع أن يكون فيها عظة بأي عظة كانت ولا تتقيد بلفظ، فلو قال اتقوا الله أو قال احذروا سخط الله أو غير ذلك من صور العظة والتذكير أو التزموا أمر الله فإنه يكون قد فعل ذلك. إذن فإنما تكون العظة وإنما يكون النذير والتخويف والتبشير إنما يكون بكلام الله عز وجل. وإنما هلك من هلك من وعظ الناس بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أن رجلا من الأوائل كان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له لما تكذب على رسول الله؟ قال أنا لا أكذب عليه وإنما أكذب له، فأذكر أحاديث أكذبها في أمور حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنت منذر بالعذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال من حدث عني بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث الفائدة
ما روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة طرق كرواية هذا الحديث، من كثرة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق أكثر من 40 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من حدث ووعظ الناس بحديث كذب كذبه فهو متوعد بالنار، وكذلك من حدث بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو متوعد بالوعيد الذي سيقع على الكاذب. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذن الأمر الأول الذي نستفيده من نذارة النبي صلى الله عليه وسلم وبشارته أنه بشر الناس بالخير وأنذرهم الشر لمن لم يؤمن ويقبل التوحيد والوحدانية له سبحانه وتعالى والمؤمنون بعده، فإنهم يعظون ويذكرون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يبتعدون عن الموضوع والمكذوب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذا الاسم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كونه بشيرا ونذيرا أننا نقول إن المؤمن طالب العلم إذا وعظ جمع بين الأمرين، فكان الرجاء والخوف كالجناحين له، فهو بين الجناحين بين الرجاء والخوف، وإذا وعظ كان بين النذارة والبشارة وبين الترغيب وبين الترهيب، فيرغب بطاعة الله ويرهب من معصيته. ولذا كان هذان الوصفان مجموعين في كتاب الله، وصفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفا لكتابه جل وعلا ووصفا للمؤمنين كذلك، فإنهم مبشرين ومنذرين. هذا الوصف الثالث من أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم، أو الرابع. الوصف الخامس من أوصافه في هذه الآية حينما قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وداعياً إلى الله بإذنه، وداعياً إلى الله بإذنه. الداعي هو الذي يدعو الناس إلى الحق، كداعي الناس إلى دعوة الوليمة كما مر معنا في الدرس قبل صلاة المغرب. فالذي يدعو الناس يسمى داعياً، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم لما؟ يدعوهم لشرع الله عز وجل وإفراده بالعبادة والتزام طاعته واجتناب نواهيه، وكذلك القرآن كله، فإنه كله أمر بتوحيد الله عز وجل ونهي عن ضده وحكاية لحال الموحدين أو حكاية لحال المعاندين من المشركين والمنافقين. ولذلك فإن المؤمن داعيا هو داع إلى الله عز وجل، لكنه داع بأمره سبحانه وتعالى، وداعيا بأمر الله سبحانه وتعالى أي بإذنه. إذن فقول الله عز وجل وداعيا إلى الله بإذنه أي داعيا إلى الله بأمره. وذلك أن علماء اللغة يقولون إن إذن الله عز وجل نوعان، إذن بمعنى الأمر فيكون حينئذ أمرا كونيا، وإذن بمعنى المشيئة فحينئذ يكون إذنا شرعيا. الإذن في الكتاب نوعان، إذن كوني وإذن شرعي. فالإذن الكوني إذا أذن الله عز وجل به فإنه واقع لا محالة، وأما الإذن الشرعي الذي أذن به فإنه بمعنى الأمر، أي أذن الله عز وجل وأباح لك أن تفعل هذا الشيء، وهذا من الإذن الشرعي، وإذا وقع فإنه حينئذ يكون إذنا شرعيا كونيا. فيكون معنى هذه الآية وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمره، حيث أمرك الله عز وجل بالدعوة إليه، فالله عز وجل أمر بالدعوة إليه، فالدعوة واجبة. هذا واحد. الأمر الثاني أن إذنه سبحانه وتعالى وأمره معناها أن المرأة إنما يدعو إذا أذن الله عز وجل له فيما يدعو به، فلا يدعو المرء على جهل ولا يدعو على غير علم، وإنما يدعو على هدى وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا بد من البصيرة والعلم، وهذا هو معنى الآية في الآية الأخرى وداعيا إلى الله بإذنه. إذ القرآن بعضه يفسر بعضا كما قال ابن عباس رضي الله عنه. هذه الآية فيها وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه داع إلى الله بإذنه وكذلك المؤمنون بعده،
وأعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم العلماء، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فأكمل الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمهم بشرع الله عز وجل كتابا وسنة. ولذلك فالدعاة الكمل هم العلماء، وكلما زاد علم المرء كمل دعوته إلى الله، وكلما نقص علمه بالله نقص كمال دعوته له سبحانه وتعالى. ولذا فإن المؤمنين مستنون بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فهم داعون إلى الله، يدعون إلى الله عز وجل، وإذا رأوا أمرا منكرا أنكروه، وهذه هي النذارة، وإذا رأوا معروفا مغفولا عنه بينوه وأرشدوا إليه، وهذه هي البشارة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. جاء في بعض الإيمان في بعض الألفاظ: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة قط. فدلنا ذلك على أن المؤمن لا بد أن يتصف بهذه الوصف، بهذا الوصف وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن الناس فيه درجات، كما أن الإيمان درجات، يزيد وينقص، يزيد بالمعرفة والإيمان وينقص كذلك بالنقص فيه. الأمر الثاني أن المؤمنين يشابهون النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله بإذنه من جهة أخرى، وهم أنهم يدعون على بصيرة، حيث أذن الله عز وجل لهم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا بد من العلم. ولما جاء الطفيل النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه ما يعلمه قومه، ثم بعد ذلك ذهب لدوس فعلمهم، فكان ممن علمه أبو بكر، أبو هريرة رضي الله عنه. فجاء أبو هريرة بعد ذلك وتعلم علما كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم فنشره. وللداعي أجر المدعو كاملا، كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجر عامله من غير أن ينقص من أجره شيئا. إذن هذا هو الوصف الخامس من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وهو كونه داعيا إلى الله بإذنه. الوصف السادس والأخير أن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه سراجا منيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتق له من هذه الأوصاف أسماء، فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه سراج منير. والسراج هو ما يخرج الضوء، وأعظم السرج الشمس. فاشتق للنبي صلى الله عليه وسلم وصف بالشمس، وهذه من الكناية والاستعارة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم ليس شمسا، وإنما هو مثله في إضاءة الناس ودلهم على الخير وتعليمهم العلم. وإنما يكمل المرء نور الإيمان في قلبه بالعلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا بالعلم الذي علمه من الله عز وجل وبثه إلى الناس، فهو سراج بما علم ومنير بما تعلم. والعلماء أقمار كما جاء في بعض الأخبار. ولذا فكلما كان القمر مقابلا الشمس كلما كان أتم نورا. وهذه نقطة لطيفة ذكرها شهاب الدين القرافي، فقد ذكر شهاب الدين القرافي في الذخيرة استدلالا بهذه الآية، وأن العلماء أقمار، قال: إن القمر كلما قابل الشمس كمل ضوءه، فكذلك العلماء كلما كانوا يعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرون من قراءتها ويحفظونها ويعملون بها، كلما كان علمهم أكثر بركة وأتم هدى وأكمل نفعا للناس. لأن أتم الشيء السراج المنير الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استن به استن بنوره، ونوره عليه الصلاة والسلام هو العلم، وهو كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فإنك ترى المرأة إذا كان معنيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم معظما لها مجلا لها تاليا وقارئا ودارسا، فستجد أثر هذا النور في عمله حتى في وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ
سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال سفيان بن عيينة المكي رحمه الله تعالى: ولذا ترى في وجوه أهل الحديث نظرة ونور. هذا النور من أين جاء؟ بسبب العلم الذي اقتبسوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نور الوحي. قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. إذن هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الستة. ما الواجب على المسلم تجاه هذه الأوصاف الستة؟ يقول ربنا جل وعلا بعد ذكر بعض هذه الأوصاف: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا في سورة الفتح. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يقول العلماء: هذه الجمل التي فيها أمر للناس بعد علمهم فيها التفات. فالأوليان وهما الإيمان بالله وبرسوله، والثانية والثالثة وهو التعزير والتوقير لرسوله صلى الله عليه وسلم، والثالثة وهي التسبيح لله جل وعلا. نأخذها كلمة كلمة. يقول الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله. فإن أوجب الواجبات على الناس الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله يقتضي إفراد العبادة له سبحانه، فإن الإيمان بالله هو معرفته والإقرار بوحدانيته ومعرفته بأسمائه وصفاته. فإن أكمل الناس إيماناً من عرف أسماء الله عز وجل فآمن بها وأقر بها وصدق وعمل بما دلت عليه ودعا الله عز وجل بها. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أحصاها علمها وآمن بها ولم يصرفها عن معناها ثم دعا الله عز وجل بعد ذلك بها، فهذا الذي يدخل الجنة. الأمر الثاني بعد العلم بالله عز وجل بأسمائه صرف العبادة له سبحانه، لأنه لا يمكن أن يؤمن أحد باسم الله عز وجل إلا وقد أقر أنه لا مستحق للعبادة أحد سواه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه المستحق للعبادة دون ما سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهو رب العالمين خالقهم وبارئهم وهو المستحق للعبادة جل وعلا. لتؤمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي أمورا، أولها الإيمان بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وإن بعض الناس قد دخل الشيطان عليه مداخل عظيمة فتأول أمورا عجيبة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عليه أمره. فقد ثبت من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألقين رجلا منكم متكئا على أريكته ثم يقول: ما جاء في القرآن قبلناه، وما جاء في السنة، وما جاء في غيره لم نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، إذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. ألم يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة وحي منه سبحانه وتعالى. وقلت في الجملة لما؟ لأن لأهل العلم كلاما فيما خرج منه صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرج من باب القضاء، فإن ما خرج من باب القضاء منه هو باجتهاد منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقتطع له قطعة من النار. فدل ذلك على أن ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فإنما هي بوحي منه سبحانه وتعالى. ثم إن الشيطان استدل بعض الناس فقال: لا نقبل من الأحاديث إلا ما كان متواترا، وهذه حيلة شيطانية ليرد الحديث كله، إذ لا ينطبق على شرطه حديث. ثم جاء آخر فبدأ يقدح في علماء الحديث ويتكلم في زيد وعمر من علماء المسلمين لا لشيء إلا بتسويف من الشيطان، وهذه لحكمة أرادها الله عز وجل ليرفع أولئك القوم بنقيصة أولئك المتأخرين الذين انتقصوا. مما جاء في الخبر والحديث بذلك طويل أن هارون الرشيد أتى ببعض الزنادقة
الذين سبوا الدين وقدحوا فيه، ثم أمر بقتلهم حتى إذا قدم أحد من القتل ضحك وتبسم فقال ائتوني به. فلما جيء له به قال لما ضحكت؟ قال أين أنتم من 70,000 حديث كذبتها على رسولك؟ فضحك هارون الرشيد ثم قال إن لها الصيارفة، عبد الله بن مبارك وفلان ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم من الكبار، أولئك الصيارفة الذين يعرفون الحديث الصحيح من الضحيح. ولذلك من علم قواعد الحديث وعلم المصطلح يرى أن الله عز وجل حفظ هذا الدين وحفظ السنة. وأحلف بالله أن حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم لو هم أحد في ظلمة ليل في عقر دار في وسط نفازة في الصحراء أن يكتب حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يفضحنه، والله لا يفضحنه الله، لأن الله عز وجل حافظ الكتاب والسنة. ولكن الشيطان يوقع في قلوب بعض الناس شبهات لا لشيء إلا ليرد الدين، لأن هذا من خطوات الشيطان، فمن اتبع خطوات الشيطان هي خطوة خطوة حتى يرد الدين كله فلا يبقى شيء بعد ذلك. إذن من اتباع الرسول من الإقرار برسول الله أن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وحيا وصح به النقل لا بد من اتباعه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا في قباء جاءهم رجل واحد فقال لهم إن القبلة قد تتحول، لم يقولوا ائتي بشهود، لم يقولوا ائتنا بتواتر، لم يقولوا من أنت، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحادوا في ذلك كثيرا. والذي يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو مكذب بأكثر من 700 آية في القرآن فيها أمر بطاعة رسول الله بطريق أو بآخر. 700 آية، أكثر من القرآن أكثر من 4,000 آية، منها 7,000 آية كلها 700 آية كلها تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب أو بآخر. فذاك الذي لم يقبل حديث رسول الله أو رده بأدنى الشبه والتأول ليرد آحاده وغير ذلك هو في الحقيقة مكذب وراد لهذه الآية الكثير من كتاب الله عز وجل. من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بخبره، إذ ما جاء عن الرسول خبر وأمر، ألا لله الخلق والأمر، فهو خبر وأمر. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشياء: خبر عما مضى، فما أخبر به من أخبار السابقين فيجب الإيمان به كما جاء عن رسول الله، نمره كما جاء. النوع الثاني من خبره صلى الله عليه وسلم خبر عن الله، فإن أعلم الناس بالله رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عن رسول الله في وصف الله عز وجل نمره كما جاء. الثالث خبره صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان، إما من علامات الساعة وعرصات يوم القيامة أو ما يكون من الجنة والنار وما يكون فيها، فنمرها كما جاءت. هذه الأخبار يقول ربنا جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه مما مضى أو عن ربنا أو مما سيأتي. هذه الأمور يجب الإيمان بها، إيمان بالغيب مسلم، كما قال إمام دار الهجرة الذي تكاد أن تضرب أكباد الإبل فلا يجدون عالما في قدره وعلو شأنه، وهو الإمام مالك ابن أنس الأصبهي رحمة الله عليه، قال لما قرأت عليه بعض آي الصفات قال الكيف معلوم، أي معلوم بلسان العرب، معرفة حقيقته بلسان العرب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم قام وخرج رضي الله عنه ورحمه لتؤمنوا بالله ورسوله. من خبر رسول الله أمره، فإذا جاءك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح النقل به وفهمته فحينئذ فقل على العين والرأس سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله لما كان مبلغا بخبر الله جل وعلا. ولذا فإن المؤمن وقاف عند النصوص متبع لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر لحال الأئمة، فإن الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، وبنى على ذلك الكبار من أصحابه كالبغوي والنووي، وفي موضعين الماوردي في الحاوي رجحوا مسائل نص الشافعي على خلافها لكن صح النقل بخلافها، قالوا حيث لم يبلغ ذلك الحديث للشافعي
فقول الشافعي بخلاف ما نص عليه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب. وقد أطال ولي الله العراقي في تقرير هذه القاعدة في فتاويه، ثم من بعده ابن السبكي في كتابه المشهور قول الإمام المطالبي إذا صح الحديث فهو مذهب. من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالرسل جميعا، إذ لا يمكن التفريق بين الرسل، فمن آمن بمحمد لا بد أن يؤمن بعيسى وموسى وبمن سمى الله عز وجل في كتابه وهم 24 نبيا، ومن لم يسمى في كتبه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. تعزير النبي صلى الله عليه وسلم معناه نصرته عليه الصلاة والسلام، فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تجب عليه نصرته. ولذلك قال عطاء رضي الله عنه الجهاد واجب عليهم، يعني الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنتم فلا، أي فلا على الإطلاق، وإنما يجب في ثلاثة أحوال ذكر أو أربعة ذكرناها في باب خلال الجهاد. وأما الصحابة فقد كان عليهم واجبا على الأعيان مطلقا، لأن هذا من تعزيره صلى الله عليه وسلم ومن نصرته. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن تعزيره ونصرته صلى الله عليه وسلم يكون بأمرين: نصرته ممن أراد أن يذمه، فلا يجوز حكاية ذمه صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن الجلوس. وقد ذكر ابن هشام في السيرة ونقلها أيضا نقلا عن ابن إسحاق في سيرته الأصلية أن المشركين ذموا بني هاشم في أبيات كثيرة، وذموا النبي صلى الله عليه وسلم في أبيات، أي أبيات شعر، قال ولكنها طويت وما رويت. أما ذم النبي صلى الله عليه وسلم فلمكانه لحرمة نقل بيت شعر فيه ذمه، وأما ما ذم به بنو هاشم فإنما شرفوا ووقروا لتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمقصود من هذا أن ما فيه نقيصة للنبي صلى الله عليه وسلم ومذمة لا يجوز سماعه، ناهيك عن نقله ناهيك عن قوله. ولذا قال أهل العلم إن كل من رأى حديثا فيه أحاديث ردية كما قال أحمد فإنه يجب تحريقه ولا يقبل، لأن هذا من نصرته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي تحصل به نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته نصرته بنصرة سنته، فمن نصر سنته وأكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعني بتمييز الصحيح من الضعيف فيها. وعندما نقول الضعيف فليس معنى ذلك أن كل ضعيف يرد، وهذا خطأ، إذ الضعيف كما حكى بعض أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين في مواضع وليس في موضع في شرح العمدة أنه ليس كل ضعيف لا يعمل به، بل انعقد الإجماع على العمل ببعض الأحاديث الضعيفة إذا وجد له ما يشهد له من أثر صحابة أو إجماع أو قياس صحيح. وهذا معنى قول أحمد إن الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، أي إذا اجتمع في الدلالة وكانت دلالتهما واحدة فإني أحتج بالحديث الضعيف بدلا من أن أحتج بالحديث القياس الذي يدل على معنى الحديث الضعيف. وهذا أصل طويل قد يبسط في غير هذا الموضوع. إذن المقصود أن معرفة الحديث الضعيف من غيره وما الذي يحتج به من غيره إنما مرده لأهل العلم، وذلك هو النصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المنكر والموضوع فلا يجوز روايته ولا نقله ولا الاحتجاج به ولا العمل به، لأن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من نصرته صلى الله عليه وسلم إظهار السنة وتبيينه. وإظهار السنة قد يكون أحيانا في مواضع دون مواضع، فأظهر السنة ولو في بيتك. وأضرب لكم مثال لضيق الوقت وهو التشمير، فإن التشمير من سنن المرسلين كما جاء في الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشمر ثوبه، فأنت أظهر السنة ولو في بيتك. قد لا تظهرها لأمر سبب أو آخر، كما قال أيوب السختياني شيخ الإمام مالك كان التشمير في الأسواق، يعني في الأسواق يعني سنة في وقتهم لما كان ظاهرا وفي وقتنا شهرة، لكن أظهر ذلك أحيانا. من ذلك ما قال أحمد اخضب، أي اخضب بما يذهب البياض ولو مرة في العمق اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد أنه سلم خضب وورد أنه لم يخضب، حمل ذلك عنه فعله أحيانا تركه. والباب في ذلك طويل متى يلازم السنة ومتى تترك أحيانا، وقد أشرت لذلك في درس الأمس بعض الشيء. إذن تعزير النبي صلى الله عليه وسلم بنصرته ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم، وثق أنه صلى الله عليه وسلم منصور، هو منصور
ولذلك قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، منصور عليه الصلاة والسلام، مرفوع الذكر سالم البدن. وأنت عندما تدعو بالصلاة والسلام عليه فإن الصلاة هي الدعاء له، والسلام الدعاء له بالسلامة والنصر. فالنبي منصور في حياته ومنصورة سنته بعد وفاته، ولذلك فإنما نقول اللهم صل على محمد وسلم، أي سلمه، سلم بدنه وسلم سنته بعد وفاته. وهذا كما ذكره أهل العلم، وبدنه أيضا مسلم، ولا يمكن لأحد أن يعتدي على بدن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، لتعزروه وتوقروه. إن من الواجب على المسلم أن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن توقيره عدم استنقاصه ومر معنا وهي النصر، ومن توقيره ألا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، فلا يجعل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مناداته كما ينادي بعضنا بعضا، وإنما ينادى بنعته فيقال النبي والرسول وبأوصافه التي شرفه الله عز وجل به. من توقيره صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يذكر اسمه إلا ويصلى عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولذلك إذا أردت توقيره فأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. من توقيره صلى الله عليه وسلم توقير علمه وتوقير سنته، فإن من وقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقر النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن كل هذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من أراد الخير يصيبه، فرب راغب بشيء يخطئه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مواضع. ولذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر قد يقع في أمته فقال قبل وفاته لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. هذا ليس كلام زيد ولا عمرو، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم موصيا أمته، وقد مر معنا في درس قبل الماضي أن ما يذكر في مرض الموت يعد وصية، فهذه وصيته لأمته عدم إطرائه صلى الله عليه وسلم. أعظم النعت وأشرف الوصف وخير الأسماء ما سمى الله عز وجل به محمدا أو سمى محمد صلى الله عليه وسلم به نفسه. ولذا انظر لأهل الحديث والأثر، لأحمد بن فارس الإمام اللغوي وهو مالكي المذهب أنه ألف كتابا في أسمائه صلى الله عليه وسلم، وأورد كل اسم من أسمائه ورد به النقل إن مشتقا من صفة أو ذكر له على هيئة اسم له صلى الله عليه وسلم. إذن أعظم الأسماء ما سماه الله عز وجل به، وأعظم النعوت ما نعته الله عز وجل بها، ومنها هذه الآية. وأعظم الصلاة وأفضلها ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا عليه بها. وأنتم تعلمون في حديث ابن مسعود وكعب وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، أفضل صيغة هذه، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية ولها صيغ كثيرة. واختار فقهاؤنا أن أفضل الصيغ الإبراهيمية أن يقول المرء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد. أفضل صيغة أن يقول المرء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، أي في الجملتين جميعا تذكر إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيغة التي ذكرها، ويجوز غيرها مما ورد به النص والنقل. إذن أفضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل، وأما إحداث الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة ممنوعة فحرام، وغيرها جائز، لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أختم هذه بهذه الجملة وهي قول الله عز وجل وتسبحوه، الضمير هنا عائد لله عز وجل، إذ العبادات لا تجوز إلا لله عز وجل. إذ الضمير الأول يعود للرسول والضمير الثاني يعود لله عز وجل، لأنه مذكران في أول جملة لتؤمنوا بالله ورسوله، فالتسبيح إنما يكون لله عز وجل. وعندنا هنا جملة أريد أن أختم بها حديثي، وهي آيتان في كتاب الله عز وجل، أولاهما يقول ربنا جل وعلا والباقيات الصالحات خير ثوابا
وخير أملا. ثم قال جل وعلا في سورة مريم: والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير مردا. هذه الباقيات الصالحات وصفها الله عز وجل بثلاث خيريات: أنها خير ثوابا أي أعظم الثواب، وأنها خير أملا أي أن المرء إذا رجا رجاء وتأمل أملا فإنه إذا أتى بهذه الباقيات الصالحات فإنه يحقق له رجاؤه ويعطى ما تأمل. الأمر الثالث: وخير مردا أي فإنه إذا في مآل أمره ومستقره في الدنيا والآخرة فإنه سيعطى الخيرية وإن لم يرقى أمله إليها. هذه الباقيات الصالحات ثبت من حديث أبي سعيد وغيره أنها أربع كلمات أو خمس، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذا ثبت عن جمع من الصحابة. هذه الباقيات قليلات لكنها صالحات، من لازمها أوتي خيرات الأطراف. خير ثوابا، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خير أملا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روين عند النساء من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد: من شق، قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وأفضل ذكر الله عز وجل القرآن، ثم هذه الباقيات الصالحات الكلمات الأربعة والخمس. وجاء عند البيهقي بإسناد لا بأس به من حديث ابن عباس أن أعرابيا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقدها الأعرابي بيده ثم أدبر، فلما وصل إلى باب المسجد رجع فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تفكر البأس. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذه لله، فما لي، ماذا لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله هي لك، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله هي لك. فلذلك فمن شغل بالتسبيح والباقيات الصالحات أعطي سؤله ومرده، وهي خير مردا، هي خير لك مردا يوم القيامة. سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. ولما اشتكى الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على شيء إذا قلتموه سبقتم من قبلكم ولم يلحق بكم من بعدكم إلا من أتى بمثل ما أتيتم به؟ فقلون دبر كل صلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ولا إله إلا الله متممة للمية. هذا خير المرد في الدنيا، خير المرد في الآخرة. وأما خير المرد في الدنيا فإن من لزم ذكر الله ومنها التسبيح فإنه يقوى بدن. اشتكت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم الخدمة في بيت زوجها علي رضي الله عنه، فقال لها ولزوجها لما أتاهم في بيتهم: ألا أدلكم على كلمات هي خير لكم من خادم؟ أي إذا قلتم هذه الكلمات أفيتم مؤنة الخادم وقوي بدنكم ونشطتم. قالت: إذا أويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. إذن أيها الإخوة، فقول الله عز وجل تسبحوه لها ثلاث معاني: تسبحوه تقولون سبحان الله، أو تسبحوه تأتون بالباقيات الصالحات الكلمات الأربعة والخمس، أو تسبحوه من باب إطلاق البعض على الكل وهو مطلق ذكر الله عز وجل. ولكن أيها الأفاضل، إن هذه الكلمات إنما يكمن انتفاع المرء بها إذا كان الذكر مواطئا بالقلب مع اللسان. إذ الناس في الذكر نوعان: شخص يتكلم بلسانه وقلبه لا، وشخص يذكر بلسانه وبقلبه. ومعنى ذكر القلب أن يتفكر المرء في معنى ذكر اللسان. لما جاء عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أتعلم ما معنى الله أكبر؟ قال: ما معناها يا رسول الله؟ قال: معناها الله أكبر من كل شيء. إذن فمن قال الله أكبر مستشعرا أن الله أكبر من كل شيء كل ظالم،
كل غالب، كل قادر، كل غني، كل قوي، الله أكبر منه أعجز. مثل ما جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري لما كان يضرب خادما له، فسمع خلفه رجلا يقول: أمسك أبا مسعود. قال: فلما قال الثالث التفت فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة رهابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوقع الصوت من يدي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليك. إذا من يقول الله أكبر لا يمكن أن يبغي، لا يمكن أن يبغي، لا يمكن أن يتعدى. من يقول الله أكبر إذا واطأ ذكر قلبه ذكر لسانه، الله أكبر. وكذلك سائر الذكر. وأختم بكلمة انتهاء الوقت، وهو هي من الكلمات الباقيات الصالحات، وهي: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة يخطئ بعضنا فيظن أنها لفظ استرجاع، وليس الأمر كذلك. إنما الحوقلة لفظة استعانة، إنما الحوقلة لفظة استعانة، أي تستعين بها قبل العمل. ولذا فإننا إذا سمعنا المنادي يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي نستعين بهذه الكلمة وبالله عز وجل على أداء العبادة. لا حول، لا يحول من حال إلى حال إلا الله، ولا قوة بنفسي ولا بغيري إلا به. وهذه من صيغ الحصر، وهو الاستثناء للنفي، فإن النفي إذا جاء بعده استثناء فهي صيغة حصر كلا إله إلا الله، أي لا مستحق للعبادة إلا هو سبحانه. ولذا فإن المؤمن إذا أتى بهذه الكلمة مستشعرا معها قوية وتحقق له رجاؤه، كما جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا استنهضوا حسنا فعجزوا عنه قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا معنى قول الله عز وجل: وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخر. ولذا أيها المؤمنون، من آمن بهذه الآية، آمن بمضمونها وعمل بما أمر الله عز وجل به من الأمور الأربع، فإنه حينئذ يكون كاملا منتفعا. ولذا فلا غرو أن تكون هذه الآية في كتاب الله عز وجل في موضعين، في سورة الفتح وفي سورة الأحزاب، ولا غرو أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كل الكتب السابقة في نعته عليه الصلاة والسلام، ولكن الأوامر إنما جاءت في كتابنا لأننا نحن المنتفعون بوصفه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجه ربنا جل وعلا من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يشفي مريضهما، وأن يغفر لميتهما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن ذنبنا، وأن يغفر لنا ذنبنا، وأن يتجاوز عن خطيئتنا، وأن يستر علينا عيبنا وذنبنا، إنه غفور رحيم جل وعلا. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الرزق النافع، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا القلب الخاشع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى